See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Why so serious? You talking to me? I'll be back. I'm gonna make him an offer again. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في الصفر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده ولسه مكملين مع بعض حلقات التريلر رياكشن. يعني لسه مصورين فيديوهين من شويه وده التالت ولسه في ابكومينجز لسه جايين، لسه قاعدين ولسه سهرانين مع بعض. حسيت ان انا امير قراره في نفسي سهرانين. فده التريلر معانا النهارده، برضو فيلم من الافلام اللي مفروض تنزل في موسم الصيف، وتقريبا مفروض على حسب علمي ان هو هينزل يوم 17 اغسطس. يعني مش هينزل الاربع الجاي، لا اللي بعديه. وهو فيلم وش في وش، وده نزل له كمان الاوفيشال تريلر. مبسوط فشخ ان هو نزل له اخيرا الاوفيشال تريلر، لان انا مش حابب بقى جو التيزرز ومش التيزرز، ولسه هنعمل تيزر رياكشن وبعد كده تريلر رياكشن. خش على طول في المفيد يا باشا، وعشان نعمله تريلر رياكشن مره واحده وندي الانطباع بتاعنا ونسبه الترقب والكلام ده كله. فيلم وش في وش هو من اخراج وليد الحلفاوي، اللي كان اخرج قبل كده فيلم علي بابا. وعلي بابا ما كانش من الافلام اللي انا بصراحه بحبها، يعني ما كانتش مش من نوعيه الكوميديز اللي انا بفضلها صراحه. والكاست معانا هو برضو مؤلف، يعني هو المؤلف والمخرج. ومعانا في الكاست ليست محمد ممدوح، امينه خليل، احمد خالد صالح، بيومي فؤاد، انوشكا، اسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليسي، سامي مغاوري. واو، تحس هو قبل ما اشوف التريلر، هو عامه مبدئيا البشاير خير، ده واحد البشاير خير من الكاست ومن الاخراج ومن التاليف وبتاع. بس اللي شدني وانا بقرا الكاست ليست ان محمد ممدوح، امينه خليل، اسماء جلال، محمد شاهين، شامم ريحه الهرشه السبعه، ما اعرفش ليه. يعني محمد ممدوح كان في الهرشه السبعه، كان طلع ضيف شرف في كام في اخر في الحلقه اللي قبل الاخيره تقريبا، كان في حلقه من الحلقات. يعني ليه حاسس او شامم ريحه الهرشه السبعه؟ يعني هو المفروض ان الفيلم كوميدي بصراحه، هيبقى جامد قوي لو فعلا الفيلم ده هيبقى يعني رامي على الهرشه السبعه بس بطريقه كوميدي. يعني دي فعلا من الحاجات اللي ممكن تبقى بجد جامده فشخ. يعني فانا متفائل خير قبل ما اشوف التريلر. طبعا كالعاده ما شفتوش ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي الاول مره. فيلم وش في وش، يلا بينا. تكتب يا ضم الام ولا ام؟ يا اما وفي الاول وفي الاخر احنا اهل، وده طبيعي. ده اقرب موقف اتعرضت له في مجال عمل، قالتين يبان عليهم الاحترام، لكن الظروف خلتهم في مواجهه بعض. الباب ده ما بيفتحش، احنا من مصر هم من ايه؟ طالع خلي ابنه ينسى شكله اصلا. احنا مش بلطجيه زي الجرابيع دول، واحنا ناس بلطجيه. سيب اللي في ايدك وتعالى بسرعه. خلي ما تبقى احلى حاجه في حياتك هي الحاجه اللي بتلاقي بيها دراعك. طب انا مش قادره استحمل اكون في العلاقه دي خلاص. مشكلة الراجل بيعمل اللي هيريحه بس، وتتحرق انت بشغلك وعيالك اللي لازم تنيميهم طز فيكي. مشكلة الست انها مش راجل. واو واو، نايس بانش لاين. مشكلة الست ان هي مش راجل. طب تصدقوا برضو شكله جامد. هو ايه اللي حصل يا جدعان؟ ايه اللي حصل؟ يعني من مرع البريمو لعزيرو مرة واحدة، فوي فوي فوي، ومرة وش في وش. انا تصدقوا ان انا متفائل فشخ. طب ليه؟ طيب ليه؟ طيب يعني ليه ما نزلتوش الفيلم ده من بدري؟ وليه ما نزلتوش فوي 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 ده من بدري؟ يعني انا بصراحة، يعني انا من التريلر بصراحة اتبسطت، وفعلا كان احساسي عند محله. يعني زي ما قلت، يعني ان حسيت شوية فعلا نفس الفايبز بتاعت الهرشة السبعة، وده فعلا نفس الفايبز بتاعت الهرشة السبعة، ليترلي نفس الفايبز. وبس المره دي بقى مش دراما، اخدنا شويه بطابع كوميدي. وعجبني ان هو نفس الكاست بتاع الهرش السبعه، على فكره جامد قوي جامد قوي. يعني انا متفائل، انا بصراحه متفائل. يعني حسيت ان اخيرا، لا فعلا بجد هيبقى في افلام لذيذه. ده عادي، اللي هو ايه ده؟ ايش بجد ده في افلام مصريه هتنزل حلوه في افلام الصيف؟ ده مش ممكن، يعني غريبه قوي. يعني هيناقش نفس الحاجات
عيله او اتنين متجوزين، بس المره دي بقى مش محمد شاهين وامينه خليل متجوزين، المره دي محمد ممدوح وامينه خليل هم اللي متجوزين، واسماء جلال هي اللي مرتبطه بمحمد شاهين. انت عكسوا الادوار يعني. وبرده العيله بتاعت محمد ممدوح والعيله بتاعت امينه خليل، وده هيحصل خناقه مع العيله دي وبتاع. لا الموضوع برده شكله جامد، انا عاجبني جدا، عاجبني جدا، ومكنتش متوقع ان التريلر يعجبني يعني. حسيته كان ممكن يقلب كليشيه فشخ يعني، قلت بقى هيعملوا سبوفينج على الهرش السبعه مثلا، بس لا بجد جامد والله، شابوه يعني. انا نسبه ترقبي لفيلم وش بوش برده 8/10، وفعلا بجد انا متفائل بالفيلم ده، سواء الفيلم ده او الفيلم التاني اللي هو فوي فوي فوي. ده تقريبا اكتر فيلمين انا بجد حقيقي مستنيهم في الصيف، او نسبة ترقبهم عالي، ومع 5 جولات برضو. فلا كويس يعني، الى حد ما كويس بصراحة يعني. بس معنديش اي حاجة تانية اقولها عن فيلم وش بوش. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم الجايه تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التاني اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر انستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.